بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد في حلقة جديدة من ملوك الصلاة. زي ما عودناكم كل يوم جمعة من 7 ل 9 بنطلع مع حضراتكم عشان نغطي جميع الأحداث اللي بتحصل في الألعاب الأخرى داخل النادي الأهلي. الحقيقة بحب أبتدي حلقتي تقديم خالص التعازي إلى أهل المرحومة حبيبة حسن لاعبة كرة اليد مواليد 2000 التي وفاتها المنية أمس عقب حادث سير أليم. طبعا يعني كل من تعامل مع حبيبة الحقيقة شادة بأخلاقها وشاد بروحها، كانت يعني لاعبة مميزة. الحقيقة الحزن يعني بيعتصرنا جميعا، وطبعا مجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة كان بالكامل في عزاء اللاعبة حبيبة. طبعا ما حدش يتعامل مع حبيبة إلا وعرف قد إيه هي على قدر عالي من الأخلاق وكانت قدر عالي من التفاؤل. رحمها الله، طبعا ما فيش حد يعز على الله سبحانه وتعالى، ولكن هو الفراق. يا رب يصبر أهلها ويرحمها ويغفر لها. إحنا متأكدين بأمر الله ولنزكيه على الله سبحانه وتعالى، هي في مكان أفضل الآن عند خالقها، ولكن ربنا يصبر أهلها ويلهمهم الصبر الحقيقة، لأنه هو يعني مصاب جلل وامتحان صعب. يعني الحقيقة النادي الأهلي من أمس في حزن شديد بعد أن يعني عرفنا الخبر، والحقيقة كل من هو داخل النادي الأهلي بيعتصره الحزن. ولكن هنقول إيه؟ هنقول إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وإن لله وإن إليه راجعون. هستكمل مع حضراتكم حلقتنا النهاردة إن شاء الله، هتكون على 3 أجزاء: المقدمة والإنترو لنا مع حضراتكم فيه، وهيكون استعراض لأهم الأخبار والتقارير المصورة التي حدثت داخل أسوار النادي الأهلي خلال الأسبوع الماضي. وكمان هيكون معايا ضيفين لاعبين جداد واردين الى نادي الاهلي من نادي وادي دجله في كره السله تحت 16 سنه بقياده الكابتن احمد الجرحي. الحقيقه الاثنين اللعيبه دول كان في مجهود بيبذل كبير ما بين النادي الاهلي ونادي وادي دجله لضمهم. الحقيقه اللاعبين يحيى اهاب وكريم مصطفى انضموا فعلا النادي الاهلي وانتظموا في تدريبات الفريق. هيكونوا معانا النهارده وهنستعرض معاهم يعني ونرحب بيهم في الاول طبعا بانضمامهم للقلعة الحمراء، وكمان هنتكلم معهم عن شعورهم وعن طموحاتهم مع النادي الأهلي. ويكون معايا طبعا ضيفي في الفقرة الثانية الكابتن والمهندس خالد ناصف سليم رئيس اتحاد كرة اليد اللي فاز بالعضوية منذ أسابيع قليلة، يعني ما كملش شهر ونص الحقيقة. هيكون ضيفنا النهاردة عشان نحط الضوء عن آخر تطورات في كرة اليد والاستعدادات والأجندات المحلية والدولية، خاصة النادي الأهلي لكرة الكرة الطائرة سيدات بيخوض البطولة العربية ابتداء من 17/12 الشهر الجاري بإذن الله على صالة استاد القاهرة، وإحنا حامل اللقب في نسختها الأخيرة العام الماضي وكانت بتقام برضو في القاهرة. الحقيقة هبتدي معاكم حلقتنا مجموعة من الأخبار. يمكن خبر الأول: مجلس إدارة النادي الأهلي يحضر جنازة حبيبة حسن رحمها الله. حضر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب جنازة اللاعبة حبيبة حسن لاعبة الأهلي والمنتخب الوطني لكرة اليد التي شيعت ظهر اليوم الجمعة. وكانت اللاعبة حبيبة حسن لاعبة الأهلي والمنتخب الوطني لكرة اليد قد وافتها المنية أمس الخميس إثر حادث سير. وتلعب حبيبة في فريق الأهلي ومنتخب مصر لكرة اليد مواليد 2000 سيدات، وكانت من أبرز لاعبات جيلها ومشهود لها بالخلق الحسن رحمها الله وألهم أهلها الصبر والسلوان. الحقيقة هيكون معنا الخبر الثاني يخص كرة الماء. كرة ماء الأهلي يفوز على الجزيرة. الحقيقة ماتش مهم وكان ماتش صعب. ألف مبروك كرة الماء في النادي الأهلي، بتقوم بدور كبير. وشايفة أنا الحقيقة أنا قلت رئيس اتحاد اليد، أنا آسف المقدمة طبعا كابتن خالد ناصف سليم رئيس اتحاد الكرة الطائرة، أنا آسف طبعا كابتن مهندس خالد ناصف سليم غني عن التعريف، هو رئيس اتحاد كرة الطائرة. الخبر الثاني معانا: كرة ماء الأهلي يفوز على الجزيرة. حقق فريق كرة الماء بالنادي الأهلي بقيادة الكابتن وليد عزت الفوز على فريق الجزيرة ضمن منافسات الجولة الأولى للدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر. وقيمت المباراة على حمام سباحة نادي هليوبلس الرياضي وحسمها الأهلي لصالحه نتيجة 8-6. الحقيقة الجزيرة من أقوى الفرق في كرة الماء، والنادي الأهلي بقاله 3 سنين أو 4 سنين بيبني فريق من جديد. الحقيقة النتيجة دي نتيجة يعني كبيره الحقيقه، 8-6 الفوز، ونتيجه مهمه وبتعكس قد ايه كره الماء ماشيه على الطريق الصحيح جوه النادي الاهلي. الف الف مبروك كره الماء، ويا رب مزيد من التوفيق ان شاء الله، ويستطيعوا ان هم يحصلوا على بطوله الدوري بعد غياب فتره طويله عن النادي الاهلي.
الخبر الثاني، سيدات يد الاهلي يفوز على سبورتنج في الدوري. حقق الفريق الاول لكره اليد السيدات فوزا مستحقا على فريق سبورتنج بنتيجه 31-24 في تاسع مباريات الفريق بالدوري والتي اقيمت بصاله النادي الاهلي. وبهذه النتيجه ينفرد الاهلي بصداره الدوري برصيد 27 نقطه بفارق 6 نقاط عن سبورتنج صاحب المركز الثاني. وبهذا اللقاء يختتم الدور الاول من الدوري لينطلق الدور الثاني غدا السبت، حيث يواجه الاهلي فريق الصنطة بصالة الأهلي. الحقيقة كرة اليد سيدات في النادي الأهلي بيحتكر البطولات منذ سنين طويلة. طبعا النادي الأهلي في حدث جديد هيحصل في شهر إبريل، كان في طموحات كبيرة لفريق اليد سيدات بالنادي الأهلي أنه عايز يعود إلى اللقب الأفريقي مرة أخرى. إن شاء الله النادي الأهلي بينظم بطولة أفريقيا أو السوبر الأفريقي لكرة اليد الرجال في شهر إبريل، وهيكون بعديها على طول بطولة أبطال الكؤوس، وبعديها رجال، وبعديها بطولة أبطال الكؤوس سيدات. الثلاث بطولات دول هيكونوا على صالة الأمير عبدالله الفيصل بالجزيرة. الحقيقة فكر وطموح إن كله يحاول يرجع، أو كل الفرق تحاول ترجع على عرش أفريقيا تاني، وده مكان النادي الأهلي الطبيعي. هنخش مع حضراتكم على الخبر الرابع، رجال طائرة الأهلي يفوز على الإعلاميين. حقق الفريق الاول لكره الطائره بالنادي الاهلي بقياده محمد مصلحي فوزا كبيرا على فريق الاعلاميين ضمن منافسات بطوله الدوري العمومي. وسيطر الاهلي على احداث المباراه التي اقيمت على الصاله المغطاه بالنادي، وجاءت نتائج الاشواط كالاتي: 25-19، 25-12، 25-6. الحقيقه الكره الطائره كان عندها شويه صعوبات في الاعداد، كان بعض اللاعبين منضمين للمنتخب القومي لعبوا بطوله افريقيا على صاله استاد القاهره هنا في النادي في مصر، وكان اللاعب المحترف في النادي الاهلي شكري الجويني بيلعب مع منتخب تونس. فالفرقه اتجمعت منذ يعني نقول ايام قليله، بداوا يتمرنوا صبح وبعد الظهر بداوا يخشوا الماتشات. كابتن محمد مصلحي بيحاول يحط اجواء او بيحط الفرقه في اجواء المنافسات مره اخرى، لان الحقيقه المشوار صعب لان عندهم اربع بطولات: دوري وكاس وبطوله عرب وبطوله افريقيا. كل التوفيق طبعا للفريق الاول لكره الطائره بالنادي الاهلي. هخش مع حضراتكم على التقارير المصوره. هبتدي بالتقرير الاول، حقق فريق الاسكواش بالنادي الاهلي هذا الموسم نتائج تليق باسم النادي الاهلي. الحقيقه الاسكواش انا عايز اقف شويه على الاسكواش. الاسكواش لعبه النادي الاهلي زي ما بيقول هو سنين طويله كان بيضم لاعبي العالم وابطال العالم، شايفين فتره فيها الحمد لله انجازات. المدير الفني كابتن ناصر زهران الحقيقه عامل شغل كويس مع الفريق، وفي انضمام مجموعه كبيره من اللاعبين. شفنا كريم عبد الجواد بطل العالم بينضم، واللي حصل مع منتخب مصر على بطولة العالم للفرق، بطولة العالم للفرق، كان كريم عبد الجواد ورامي عاشور وعلي فرج، وكان مش فاهم على ما اتذكر مش فاكر اللاعب الرابع مين، ولكن قدروا يحققوا المركز الاول على بطولة العالم منتخبات. طبعا كريم عبد الجواد لاعب النادي الاهلي انضم السنه دي وتعاقد مع النادي الاهلي مده 3 سنوات. الاسكواش بيعمل طفره ومازال يعني بيسعى لحصد كل الالقاب. هنشوف التقرير اللي جاي ده، تقرير مصور عن الاسكواش، وارجع لحضراتكم تاني. عندنا جهاز فني على اعلى مستوى من 12 مدرب زائد 4 مدربين فيتنس. الحمد لله النادي مش مقصر معانا في اي حاجه، وده عاملينها بصفه مستمره، وخاصه ان لعبه الاسكواش كانت بعيده شويه عن جو المنافسات او البطولات، لكن الحمد لله النادي الاهلي نادي كبير وعريق طبعا، وكان في لعبه الاسكواش عندنا عبد الله عالميين، فبدانا الحمد لله نعمل خطه ان احنا نرجع تاني للعبه اللي كيانها اللي كان في النادي الاهلي، وخصوصا ان احنا عندنا مجمع سكواش او مركز سكواش على اعلى مستوى من 8 ملاعب وغير ان الحمد لله اللي هي كمان عندنا تعاقدنا مع بعض اللعيبه اللي هم على مستوى عالي جدا. يمكن اخر حاجه يمكن لسه خلص من 100 يومين بطوله العالم، وكان لعبنا كريم عبد الجواد موجود فيها، الحمد لله حققنا فيها المركز الاول. ده انجاز من انجازات النادي الاهلي وضاف لنا طبعا الحمد لله. فطبعا اتمنى من ان شاء الله من اللعيبه كلهم يحققوا او يكونوا هدفهم زي كريم كده ان شاء الله. اخر حاجه احنا بنستعد ليها ان شاء الله احنا مسافرين النهارده ان شاء الله، وعندنا بطوله نادي سموحه في اسكندريه ان شاء الله، دي من البطولات الكبيره جدا ان شاء الله، وهتلعب على نادي سموحه، وهنتمنى ان شاء الله ان اللعيبه يحققوا فيها نتائج طيبه باذن الله. احنا بنجهز مصطفى حصل عنده بريتش اوبن زي ما بقول لك كده، بطوله زي بطوله العالم كده بعد بطوله العالم على طول، فبنجهزه عشان ان شاء الله ياخدها،
وكابتن احمد حسني بنجهزه برده عشان بيلعب دلوقتي بي اس اي اللي هو اللعيبه المحترفين يعني، فبنجهزه برده عشان يخش في توب 100 دلوقتي وكده. وكريم سامي طبعا غني عن التعريف يعني، كان بطل العالم السنه اللي فاتت وان شاء الله ياخد البطوله اللي جايه، وماشيين كويس الحمد لله. ان شاء الله نتائجنا تبقى السنه دي احسن من الاول واحسن من السنه اللي فاتت، وان ربنا يكرمنا ان شاء الله ونبقى يعني بنكمل انجازات الاسكواش على مدار التاريخ، على مدار تاريخ النادي الاهلي. النادي الاهلي كان على مدار تاريخه وهو يعني بيحتضن كل ابطال العالم للسكواش، زي عمرو شبانه، زي احمد براده، زي مصطفى عصام، زي وائل حاتم، زي محمد عباس، ناس كتير قوي. عندنا دلوقتي احمد حسني، عندنا كريم عبد الجواد بطل عالم. ربنا يكرمنا ان شاء الله ونقدر نقفل الموسم ده احنا ان شاء الله باذن الله بطل الدوري السنه دي، وناخد اغلب البطولات ان شاء الله. احنا بنشكر طبعا كابتن نصر زهران ان طبعا مش مخلي طبعا يعني الجهاز ولا الفريق محتاج اي حاجه طبعا، والحمد لله الموسم الجديد في ان شاء الله تمارين اكتر، وفي ان شاء الله انجازات وبطولات ان شاء الله كتير باذن الله. والحمد لله احنا برضو عندنا السنه دي كاسات كتير جدا عن الموسم اللي فات، وطبعا عندنا الحمد لله جبنا بطل العالم كريم عبد الجواد، وان شاء الله بنطمنكم ان شاء الله الموسم الجديد يكون احسن طبعا واحسن. المدربين طبعا ليهم دور كبير، هم اللي بيمرنونا اصلا، هم اللي بيخلونا نلعب، بالذات مدرب الفتنس هو اللي بيخلينا نقف على رجلينا يعني فتنس. والسكواش معانا عندي كابتن محمود عبد القادر، ده يعني مدرب احسن مدرب هنا يعني، هو كابتن اسلام. بس هو بيساعدوني يعني وبيكاتشنوا لي في الماتشات. وهنا بدانا سيزن بيبدا من اول شهر 9 لغايه شهر 5، وبيبقى فيه مثلا بطولتين مثلا في الشهر بس، وما بينهم راحه. الراحه دي احنا على قدر الامكان بنحاول ان احنا نريكفر. بطوله المنطقه اللي جايه عندنا سفر يوم الجمعه ان شاء الله، مستعد ليها كويس وبطلع كل يوم. كابتن ناصر بيدعمنا اللي هو يساعدنا في التمرينات وكده، ومش مقصر معانا. اشتركت بتويت سبوتنج خدت فيها مركز اول، وبتويت الزهور خدت برضه مركز اول. بعد كده عندنا منطقه ان شاء الله مستعد ليها لغايه دلوقتي يعني. الحقيقه شغل في الاسكواش لا ينقطع، ان شاء الله كل التوفيق لفريق الاسكواش. تقريرنا اللي جاي هيكون عن فريق الاول لكره السله سيدات، فاز بكل مبارياته في الدوري المرتبط. النهارده بيلعبوا مباراه مهمه في سموحه في اسكندريه، احنا متابعين المباراه ان شاء الله بعد نتيجتها، بعد ما تنتهي هنبلغكم بنتيجتها. هنشوف تقرير عن الفريق الاول لكره السله سيدات وهرجع لحضراتكم تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الحمد لله ماشيين كويس، فزنا بكل المباريات الحمد لله لحد دلوقتي، وتبقينا مباراه واحده مع نادي سموحه. ان شاء الله دي اخر مباراه في الدور قبل النهائي، قبل الدورات المجمعه دي اخر مباراه. فزنا على الصيد الحمد لله رايح جاي، وفزنا على الجزيره رايح جاي، وفزنا على مدينه نصر وعلى الاولمبي. الحمد لله ماشيين بشكل كويس، فاضل لنا سموحه فرقه بتنافسنا. ان شاء الله الماتش بالنسبه لنا اخر ماتش ده ماتش مهم. دايما النادي الاهلي معودنا ان طموحاتنا ان احنا ان شاء الله نفوز بكل البطولات المحليه، ونتعشى من ان احنا نشارك بعديها ان شاء الله بالبطولات الافريقيه والبطوله العربيه. طموحي ان احنا ان شاء الله ناخد الثلاثيه، ولو في افريقيه او بطوله عربيه ندخلها ونظهر بشكل كويس يعني، عشان تبقى اول بطوله لينا. بس ان شاء الله لو جت اتمنى ان احنا نظهر بشكل كويس. المنافسه في الموسم الجديد اقوى من السنه اللي فاتت، في تدعيمات كتيره قوي من فرق كتيره، في سموحه والشمس وسبورتنج وصيد وجزيره، مستواهم بقى احسن من السنه اللي فاتت بكتير، فانا شايفه المنافسه احسن يعني. ان شاء الله ان شاء الله احنا بنعمل كل حاجه عشان نكسب وما نخسرش، ولا حتى نخلي ال 16 يساعدونا. ان شاء الله ان شاء الله هنكسب. بنجد طبعا هو مخصص لكل واحد دوره،
كابتن ايهاب نفسيا ومعنويا يعني الحمد لله هو كويس معانا، وكابتن جاد وكابتن محمد برنس كلهم يعني، وكابتن كريم كلهم يعني الصراحة بيعملوا اللي عليهم واكتر كمان. ان شاء الله احنا نيتنا السنة دي ان احنا ناخد الثلاث بطولات، فالسنة دي شوية اتمرنا مختلف عن السنة اللي فاتت، بنتمرن بجد اكتر. كابتن ايهاب بصراحة من اول السيزن صبح وبالليل كل الاوقات. طبعا الموسم ده يعني الفرق كلها بقت اجمد من السنة اللي فاتت، والمنافسة السنة دي اجمد من السنة اللي فاتت بكتير، بس هي دي مش حاجة بتحبطنا يعني، دي حاجة بتخلينا ناخد ستيب لقدام وان احنا نحسن من نفسنا وكل حاجة عشان نفضل احنا البطل. وفرقة سبورتنج هي يعني هي المنافس لينا دلوقتي، وبعيد طبعا عن ان كل بقى الفرق ابتدت مستواها يتحسن وفي منافسة طبعا احنا كلنا يعني الفرقه كلها ان شاء الله يعني ان شاء الله حتى التارجت ده بتاعها، والكابتن برده دايما بيحفزنا ويقول ودايما بيكون في كلام على ان احنا ان شاء الله عايزين نحقق حاجه السنه دي زي ما حققنا السنه اللي فاتت. لا الحمد لله هم يعني مركزين قوي على الاسترتشات والريكفري عشان يتحملوا اللود الماتشات والتمارين، بس في شويه اجهادات هم بياخدوا اليوم الراحه ده يعني الى حد ما بيعمل لهم ريكفري في كل حاجه طبعا بعد النوم، وان هم يناموا كويس وياكلوا كويس ويعملوا ريكفري كويس فيهم. الحقيقه لما بقعد اتفرج على فريق السيدات لكره السله وهما بيتمرنوا، الحقيقه التمرين ببقى مستمتع بيه جدا، في روح وفي حركه، وفي كابتن هاب الالف الحقيقه عامل حاله كويسه، يا رب يوفقه. بيلعبوا نادي سموحه النهارده اخر ماتش، اكيد هنجيب لكم النتيجه. احنا طبعا هيطلع تقرير تاني عن الفريق الاول للكره الطائره اللي بيستعد لخوض بطوله عربيه للكره الطائره يوم 17 في معسكر مغلق في احد الفنادق القريبه من النادي، حتى يوم 14 بيتمرنوا صبح وبالليل استعدادا للمباراه. كابتن حمدي الصافي داخل بكل اللاعبات المعسكر، هيختار 12 لاعيبه فقط للبطوله. البطوله هتنطلق يوم 17 ان شاء الله باستاد القاهره. هنشوف طبعا اخر الاستعدادات، وهنطلع لفاصل بعد التقرير عشان ارجع استقبل ضيوفي اللاعب يحيى اهاب واللاعب كريم مصطفى لاعبه وادي دجله اللي انضموا الاسبوع الماضي للنادي الاهلي وبداوا معاه الماتشات والتدريبات. يعني نشوف التقرير والفاصل ونستقبل ضيوفنا وارجع لحضراتكم تاني. الحمد لله احنا لغايه دلوقتي متصدرين الدوري، فايزين بكل ماتشاتنا 3-0. طبعا احنا وصلنا لاخر 3 ماتشات في الدور الاول، في اللي هو رايح جاي، احنا بنلعب رايح جاي. اقوى 3 ماتشات يعتبر جايين مع سبورتنج والزمالك والشمس، بس الشمس اتاجل عشان البطوله العربيه ان شاء الله. فالحمد لله احنا ماشيين كويس، والسنه دي طبعا في فرق كتير ظهرت زي الزمالك، دعم صفوفه بلعيبه من بره نادي الزمالك، نادي سبورتنج حتى هيشارك في البطوله العربيه. فيعتبر يعني الماتشين الجايين او الثلاثه دول مهمين بالنسبه لنا قوي ان احنا نخلص الدور الاول بدون هزيمه ان شاء الله. فرقنا فيه يعتبر اكتر فريق فيه مصعدين كتير، فريق صغير. طبعا بيكون دوري ان انا بحاول اكون يعني واقفه معاهم شويه في الملعب، احاول اطمنهم، اخدهم شويه على اللعب مع الكبار، بيبقى غير طبعا اللعب في الدوري صغيرين. بكون همزه وسط طبعا بين المدير الفني واللعيبه، فبحاول يعني اعمل اللي اقدر عليه يعني. شكل المنافسه في الدوري بغياب الشمس لغايه دلوقتي، احنا لسه لغايه دلوقتي ما لعبناهوش. المنافسه الحمد لله يعني نوعا ما كويسه، لكن احنا كنا اصلا بنتدرب وما زلنا هنتدرب احسن من كده للبطوله العربيه، لان هي بالنسبه لنا هي والافريقيه اهم حاجه. طموحاتي نجيب الرباعيه، وكمان ان شاء الله ناخد جوائز، احسن لاعب واحسن مستقبل وكده. والله انا شايفه ان السيزون ده ان شاء الله عندنا حافز كبير قوي ان احنا نحقق كل البطولات. احنا السنه اللي فاتت حصل ان احنا خسرنا افريقيا، هدفنا السيزون ده ان احنا ان شاء الله ما نخسرش ولا بطوله من اللي احنا داخلينهم. المنافسه جامده جدا طبعا، لان احنا هنلعب غير الدوري والكاس، عندنا البطوله العربيه للانديه وبطوله افريقيا للانديه ودوره الالعاب العربيه ان شاء الله. فده هدف لينا طبعا ان احنا ان شاء الله نحقق كل البطولات السنه دي باذن الله. احنا داخلين ان شاء الله معسكر من النهارده ان شاء الله لغايه وقت البطوله. ده معسكر اتمرن فيه الصبح وبعد الظهر. خلاص كل حد بقى طبعا يعني بيبقى تفرغ بقى كامل ان شاء الله الفتره دي استعدادا يعني للبطوله ان شاء الله يا رب على خير لغايه يوم 15. ويوم 15 ان شاء الله ندخل الفندق عشان البطوله تبدا يوم 16 ان شاء الله. احنا بدانا نعمل معسكر من النهارده ان شاء الله، هندخل النهارده معسكر بعد التمرين. بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نجهز للمنافسه بتاعه البطوله العربيه اللي جايه في شهر ديسمبر ده في اخر الشهر.
بس احنا بنحاول نعمل كل حاجة نبقى قادرين ان احنا ناخد اللقب زي السنة اللي فاتت ان شاء الله. احنا دلوقتي داخلين معسكر هنتمرن صبح وبعد الظهر، عندنا بقى تمارين فردية وهنلعب كومبليكسات وستة قدام ستة، وبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نعلي من مستوانا علشان نبقى قادرين ان احنا ننافس وناخد زي ما قلت لحضرتك البطولة زي السنة اللي فاتت ونبقى قد المسؤولية ان شاء الله. احنا مستعد للسيزون ده من بدري قوي وعلى طول تمرين وكده، بيبقى دايما اول ماتشات يعني مش تبقى جامدة قوي، بس احنا ما بنقولش كده على طول، احنا بنبقى اي فرقة جامدة بالنسبة لنا. الحمد لله عدينا كل اللي فات بطريقة كويسة، وان شاء الله فاضل لنا 3 ماتشات هم يعتبر اجمد 3 ماتشات في الدوري، فان شاء الله احنا بنستعد لهم وبنستعد للبطوله العربيه. هو انا جاي لي كسر في صباعي لسه، يعني لسه مش عارفه هلحق البطوله ولا لا، بس ان شاء الله يعني بنسبه كبيره هلحق. انا ابتدي انزل دلوقتي، احنا داخلين ان شاء الله معسكر، وفي وسط معسكر في ماتشين قبل البطوله العربيه، برضو الماتشين الجايين دول يعني اقوياء سبورتنج والزمالك، ودي برضو بتدينا دفع اللي احنا لما نيجي نلعب بطولة يعني يكون مستوى كويس وناخد البطولة ان شاء الله بإذن الله. طموحاتنا اللي احنا ما يحصلش زي السنة الموسم اللي فات، اللي احنا ناخد البطولة الأفريقية ودوري وكاس وعربي طبعا وعربية.